كما نشاهد كل الأضواء مسلطة عليه اليوم، سيشارك أساسيا في هذا اللقاء بعد أن أكد الأخبار وأعلن نية الاعتزال مع نهاية الموسم. دقائق قليلة تفصلنا عن بداية المباراة، كونوا معنا على الموعد. تحية خاصة طيبة لكم أعزائي المشاهدين من ملعب ريفرسايد ستاديوم، ومعكم محدثكم فارس عوض من كابينة التعليق. ولقاء اليوم يأتي في إطار بطولة الدوري الإنجليزي الأول، بطولة الشامبيونشيب، على أمل بأن تكون مباراة كبيرة وممتعة. كل مباراة في الدوري لها قيمتها وأهميتها لجمع النقاط، وكل مدرب يريد أن يخرج منتصرا من هذه المواجهة، على أمل بأن نشاهد مواجهة كبيرة بين الفريقين. خطأ قد يكلف كرت أصفر مبكر، كرت أصفر مبكر سيكون لا مردودة على اللاعبين وليس فقط على اللاعب. كرة خطيرة للتقدم في النتيجة، يا رب كرة في المرمى تشعل اللقاء، هدف أول مبكر، يا لها من بداية، أي سيناريو، الله على كرة أولى. إذن أول أهداف هذه المباراة، تدخل سيء في اللقطة الماضية يستحق عليه البطاقة الصفراء، بطاقة صفراء في وجه اللاعب، عليه الحذر فيما تبقى من المباراة. رقابة ضعيفة في الكرة الماضية والكرة منزلت مع المهاجم، كرة بشكل جميل، الشباك تتحرك من جديد. أوه، شوف الدقائق المجنونة، هدف ثاني يتسجل في ظرف دقائق قليلة جدا. إذن عودة للمباراة مشاهدينا الكرام، والنتيجة الآن هدفين مقابل لا شيء. بيتر زولي، تسلل واضح، لاعب ما تحرك في التوقيت المناسب. كرة بينية بيضرب فيها خط الدفاع، يا سلام، متعني السلطني الله على التمريرة، تسديدة بتروح بعيدة عن المرمى، سدد بقوة لكن ما فكر في ركن الكرة بشكل سليم. على ما يبدو بأن هناك هدف في المباراة الجارية في ملعب تيرف مور. نعم، الهدف الأول لمصلحة بيرنلي. النتيجة الآن هدف مقابل لا شيء، وذلك بعد مرور 16 دقيقة لعب. نشكر الزملاء في الاستديوم على التواصل بآخر التطورات من الملاعب الأخرى. كرة بتعدي بوجه في المرمى، فرصة هدف الآن، يا رب أي لعبة وأي كرة، أي لقطة وأي لمسة، الكرة في المرمى، هدف ولا أروع الآن. تمريرة بدون تركيز والكرة الآن مقطوعة من الفريق الخصم، الكرة تقترب من دفاعات الخصم، يترك المدافع خلفه يتقدم فيها إلى الأمام، فرصة كانت كبيرة على المرمى، لكن الله على تعامل حارس المرمى في إنهاء الخطورة في هذه الكرة، في النهاية يمسك بها. الله على الفدائية من المدافع، شف اعتراض الكرة الماضية، تصويبة لم تكن بالقوة الكافية والحارس كان في الموعد. يفشل في استقبال الكرة تحت الضغط، خروج موفق من حارس المرمى لالتقاط الكرة. الكل يتحدث عنه في كل مكان، في مواقع التواصل الاجتماعي، في الصحف والإعلام، يخطف الأضواء في هذه المباراة. أعلن بشكل رسمي بأنه سيعتزل مع نهاية الموسم، هذا الأمر بالتأكيد يجعل الجميع يركز تماماً معه بشكل أقوى. لاعب قدم مسيرة كبيرة، عطاء من أجل الفريق، تواجد دائماً في الأوقات الحاسمة، كان له دور ملحوظ في غرفة الملابس، الآن لن يكون من السهل تعويضه ببساطة، لاعب بخبرته. حارس المرمى ينجح في التصدي، حقيقة لم يكن من المتوقع بأن تمر منا هذه الكرة. تنفيذ ركنية في منتصف منطقة الجزاء، والحارس في التدخل، شوف كيف خلص الكرة عن منطقته.
المساحة أمامه لإرسال كرة عرضية. يبدو بأن هناك مستجدات حول نتيجة مباراة ملعب التيرف مور. الهدف الثاني لصالح بيرنلي. النتيجة الآن تشير لتقدمهم بهدفين مقابل لا شيء، وذلك بعد مرور 42 دقيقة لعب. شكرا لكم ونعود مرة أخرى للمباراة. بتروح الكرة للخصم. الحكم يشير إلى دقيقة واحدة كوقت بدأ ضائع. كرة بشكل جميل. الكرة في المرمى. بطل اليوم، بطل الهاتريك. أي مباراة، أي أداء، أي روعة، أي احتفالية، أي أجواء، أي لاعب أسطوري. مباراة لن ينساها أبدا. ضربة بداية شوط المباراة الثاني بصفرة حكم اللقاء. كرة هدف في هذه اللحظات. الله عليك، الله عليك، حطها في المرمى، حطها في مكان. الكرة الجميلة، لمسة ولا أروع، نهاية ولا أجمل. خماسية نظيفة، نتيجة عريضة جدا، من المستحيل تعويضها. سام مورسي. يا سلام على اللوب. ينطلق الآن نحو العمق. اختار الحل الصعب، فكر في التسويب، كم ممكن يمرر؟ كانت عنده حلول أخرى في اللقطة الماضية. كيلي. بيعدي فيها، بمر، بيعدي. اوهو، ماذا يفعل الان؟ ممتاز حارس المرمى في التصدي. موقف صعب، واحد ضد واحد في وقت صعب جدا، لكن يلعب دور البطولة ليبقي النتيجة على ما هي عليه. يا الله على هذا التصدي. لعبها قصيرة في اللقطة الماضية. حطها في مكان. يا نعيم، يا نعيم. الكرة في المرمى. أي لعبة، أي نهاية. هدف في منتهى الروعة. هزيمة كبيرة جدا، 6 أهداف مقابل لا شيء، نصف درزا. نتيجة كرة فيها خطورة. الحارس يمنع الكرة، لكن الكرة ما زالت خطيرة. سام مورسي. فليتشر. شوف التدافع للحصول على الكرة. يتوغل في العمق. مدافع يقطع الطريق بكل فدائية. بيشتت الكرة. بتروح الكرة. اعتراض ممتاز، توقيت مثالي. كرة بينية بيضرب فيها خط الدفاع. حطها في المرمى. يا رب، الله على هذه الكرة، على الفن، على الإمتاع، على المهارة والإبداع. يا سلام، يا سلام. كرة للتسديد الآن. يا رب، الكرة في المرمى، تحرك الشباك، تحرك المدرجات. الله على اللقطة، على الكرة، على النهاية. على ما يبدو بأن هناك هدف في المباراة الجارية في ملعب تيرف مور. الهدف الثالث لمصلحة بيرنلي. النتيجة الآن تشير لتقدمهم ب3 أهداف نظيفة، وذلك بعد مرور 74 دقيقة لعب. أشكر الزملاء في الاستديو على التواصل بآخر التطورات من الملاعب الأخرى. بيخلصها في هذه اللقطة. تسديدة قوية على المرمى، لكن بدون دقة في التسديد، راحت الكرة بعيدة بدون ما تشكل خطورة.
نظرة على الإحصائيات اللي تؤكد بأن الفريق يمر بيوم جميل حتى هذه اللحظة، يخلق الفرص، يسجل، متقدم في النتيجة ولا يعاني أي معاناة حتى هذه اللحظة. أعتقد بأن في طريقة للفوز وبأداء قوي حتى اللحظة. المباراة تدخل في العشر دقائق الأخيرة. كسر الخط الخلفي بكرة بينية ممتازة. أوهو، على هذه الكرة تدخل مثالي في الوقت المناسب. شوف منع الكرة من الدخول، غيرت الكرة اتجاهها، خدعت الجميع، فرصة بتضيع. يفرض أسلوبه، يفرض طريقته، يسيطر على الكرة. الآن تأتي فرصة لهجوم مرتد. تدخل دفاعي قوي، افتكاك للكرة في المناطق الخلفية. دقائق الأخيرة ممكن نشوف محاولات أخيرة لتقليص الفارق لا أكثر ولا أقل، لكن مسألة الفوز صارت مضمونة. كرة ممتازة في المساحة. فهد المولد، فرصة خطيرة هنا. الله عليك، الله عليك، حطها في المرمى، حطها في مكان. الكرة الجميلة، لمسة ولا أروع، نهاية ولا أجمل. النتيجة عريضة أعزائي المشاهدين، تنطلق صفرة نهاية والفوز من نصيب الزوار في مباراة اليوم. أداء كبير وفوز كاسح وثلاث نقاط مستحقة، كان الطرف الأفضل والمهيمن والمسيطر على مجريات الأمور في الملعب.